تقارير تتحدث عن لقاء بين السيسي وأوباما يوم الخميس في نيويورك. الرئيس يناقش مع عاهل الأردن القضايا العربية ومكافحة الإرهاب. واليوم تشيع جثامين ضحايا حادث بولاق أبو العلا الإرهابية. الموجز الإخباري يأتيكم من النهار اليوم، أهلا وسهلا بحضرتكم. ذكرت صحيفة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك على هامش حضورهما لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر من الوفد المصري أن اللقاء سيعقد الخميس المقبل وسيستمر لساعة على أن يعقبه مؤتمر صحفي للرئيسين. وفي نيويورك أيضا التقى السيسي الليلة الماضية بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقش الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان رسمي أن اللقاء تناول استعراض الموقف في منطقة الشرق الأوسط خاصة في العراق وسوريا. والتقى السيسي كذلك بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتناول اللقاء القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية ومنها الملفين الليبي والسوري وجهود مكافحة الإرهاب. ذكرت مصادر صحفية أن شرطة نيويورك اعتقلت اليوم 9 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بعد أن وجهوا عبارات بذيئة للوفد الصحفي المصري الذي وصل لنيويورك لتغطية زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة. وتعرض أعضاء الوفد المصري لاعتداءات لفظية من المتجمهرين في مطار كينيدي. أعلنت ما تسمى بجماعة أجناد مصر الإرهابية مسؤوليتها عن تفجيرات أمس التي وقعت بالقرب من مبنى وزارة الخارجية بمنطقة بولاق والتي راح ضحيتها 3 شهداء. ونشرت الجماعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا قالت فيه أنها تواصل ما أسمت حملات القصاص وعمليات الثأر من الأجهزة الأمنية. أفاد مراسل النهار اليوم بأن ضابط شرطة استشهد اليوم في حادث انقلاب مدرعة خلال ملاحقته لعناصر مسلحة. ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أن المسلحين حاولوا الفرار من حاجز أمني للشرطة بمنطقة الحسنة بوسط سيناء، إلا أن الضابط الشهيد أحمد عرفة قام بملاحقتهم قبل أن تنقلب المدرعة، وتم نقل جثمان الضابط إلى مستشفى العريش. قام وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بزيارة تفقدية لمشروع سد النهضة الإثيوبي استغرقت 5 ساعات. وترأس الوفد المصري الذي ضم 14 عضوا وزير الري الدكتور حسام مغازي. وعقب الزيارة عاد الوزراء والوفد المرافق لهم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ووصف السفير الإثيوبي في القاهرة محمود درير الزيارة بالمهمة قائلا إنها تمثل خطوة إيجابية في إطار تحسن العلاقات وتطورها بين الدول الثلاث. تستضيف القاهرة في 23 من الشهر الجاري جولة استكشافية من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين. الجولة تأتي في إطار استكمال الجهود المصرية التي أسفرت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في 26 من الشهر الماضي. وقبيل انعقاد المفاوضات بيوم واحد تستضيف القاهرة اجتماعا فلسطينيا في إطار عملية المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.
تبدأ مراكز الكبد على مستوى الجمهورية اليوم استقبال مرضى فيروس سي الذي سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيدا للحصول على عقار سوفالتي الجديد. وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم نحو 200 ألف مريض منذ فتح باب التسجيل الخميس الماضي وحتى يوم أمس. ختام هذا الموجز الإخباري من النهار اليوم، وللتذكير بأهم ما ورد فيه من عناوين: تقارير تتحدث عن لقاء بين سيسي وأوباما يوم الخميس في نيويورك، الرئيس يناقش معاهل الأردن القضايا العربية ومكافحة الإرهاب، واليوم تشيع جثامين ضحايا حادث بولاق أبو العلا الإرهابية. وكالمعتاد المزيد من المتابعة لأخبارنا وكافة أخبارنا على موقعنا الإلكتروني النهارlife.net، كما يمكنكم التواصل معنا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.